تطورات متلاحقة يشهدها سوق الإعلام في مصر منذ أشهر تمثلت في أزمات مالية كبيرة داخل قنوات تلفزيونية خاصة وبيع قنوات أخرى حققت شهرة واسعة واندماج ضخم بين اثنتين من أكبر الشبكات التلفزيونية داخل السوق المحلي. النقاش حول الأسباب والتداعيات لهذا الاندماج بين شبكتي النهار وسي بي سي في مصر لم يتوقف طيلة اليومين الماضيين، فهناك من تحدث عن احتكار، وهناك من تحدث في المقابل عما وصفه بحرب لتكسير العظام مع منافسين غير مصريين، وهناك من ذهب إلى ما سماها بدور أو ما سماه بدور خفي للدولة في هذه التطورات. فما الذي يجري في كواليس واحد من أكبر أسواق الإعلام في المنطقة، وإلى أي مدى يرتبط بتطورات سياسية مختلفة تشهدها الساحة المصرية؟ شركة أكت ميديا سيرفيسز الاندماج الذي أعلن عنه مدير شبكتي النهار وسي بي سي في مؤتمر صحفي يشمل 5 شركات مالكة للمؤسستين وذراعيهما الإعلانيين وشريكين إعلانيين آخرين. هدفه حماية الإعلام المصري ورقيه وإرجاعه إلى الريادة كما كان في السابق. الجميع سينضمون تحت لواء شركة قابضة واحدة تدير الأمور المالية لكنها لا تتدخل في المحتوى مع فصل الملكية عن الإدارة. سي بي سي إكسترا مصر على مدار الساعة. الكيان الجديد منفتح على انضمام أي شريك آخر في السوق الإعلامي المصري كما قال مؤسسوه، مع احتفاظ كل مكون باسمه وعلامته التجارية بل وموظفيه وخارطته البرامجية كي تستمر المنافسة، لكن على قاعدة المكسب المشترك. الشراكة الكاملة بين النهار وسي بي سي جاءت بعد أيام قليلة من شراء رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لشبكة تلفزيون أون تي في المصرية الخاصة من رجل الأعمال نجيب سويرس، ما أثار مخاوف من توجه نحو خلق تكتلات تحتكر وسائل الإعلام عامة وخاصة لصالح رسالة إعلامية بعينها. هذه الاندماجات إذا تمت فإنها الحقيقة ستكون على حساب التنوع والتعدد في الإعلام المصري، وستضر لا شك بالقنوات الأقل والأصغر بشكل واضح. يمكن لهذه الكيانات الكبيرة أن تنافس المجموعات الإعلامية الخليجية، خاصة القنوات الخليجية المنافسة، ولكن على المستوى آخر أتصور وأرجح أنه سيكون هناك يعني تراجع للتعدد، وربما نصل بدرجة أكبر إلى إعلام الصوت الواحد. لكن مؤسسي الشراكة الجديدة بين النهار وسي بي سي ينفون توجههم نحو أي احتكار أو رسالة موحدة. نايل سات لوحده عليه 400 قناة مصرية، 400 منهم 12 في سي بي سي والنهار. أي احتكار في هذا؟ الاحتكار في بموجب القانون المصري بيقول اللي عنده 25% أو أكثر، ثم إنه المضمون هنا غير المضمون هنا، كل واحد ماشي بالمضمون بتاعه، إذن ما بقاش في احتكار في توصيل رسالة. الشراكة الجديدة سيكون من ثمارها كما قال مؤسسوها تدشين قنوات موجهة للجمهور العربي، والبداية بقناة تلفزيونية موجهة لمنطقة الخليج. بينما يتهيأ البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون جديد ينظم العمل الإعلامي والصحفي، ومع ارتفاع كلفة المحتوى الإعلامي لا سيما مثل هذه الأعمال الدرامية المعلن عنها، تتجه عديد المؤسسات الإعلامية في مصر إلى إعادة ترتيب أوراقها أو الاندماج في تكتلات جديدة تضمن لها البقاء قوية وقادرة على المنافسة. عبد البصير حسن، بي بي سي، القاهرة. من القاهرة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي عمرو الكحكي، العضو المنتدب بشبكة تلفزيون النهار. ومن القاهرة كذلك ينضم إلينا حازم عبد الرحمن، الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ بالأستاذ عمرو عبر الهاتف. أستاذ عمرو، يعني هذا الاندماج شئنا أم أبينا يعيد رسم خارطة الإعلام في مصر بشكل ملحوظ، هل لازلنا أمام أهداف اقتصادية بحتة كما أعلن لهذا الاندماج؟ أنا هأكد بس أولا تحية لحضرتك وللسادة البي بي سي كلهم. التلفزيون هي صناعة يعني كثيفة الاستهلاك للمال، والتكتل وليس الاندماج، التكتل. نعم.
لأنه عبد البصير حسن في تقريره أحسن حينما وصف الوضع على حقيقته بأنه تكتل تحت ظل شبكة شركة قابضة تدير الأصول وتوفر النفقات في المضمون المحتوى الإعلاني وليس اندماجا لأن الاندماج الميرجر هو عبارة عن انه قناتين اخبار تبقى واحده، انه قناتين دراما تبقى واحده وهكذا. هذا ليس صحيحا. طيب ده كلام جيد، بل بالعكس النهار وشبكه السي بي تي كما هما صحيح يعني لكن ايوه صحيح. لكن ده يجعل كلامي ربما او يجعل السؤال اكثر وضوحا، يعني في هذه الحاله برضو لازلنا امام اعاده تموضع في خارطه الاعلام المصري تسمح لكيان معين بانه يمتلك ادوات للتاثير الاعلامي، بالاضافه للطبعا التاثير الاقتصادي او الادوات المتعلقه بالناحيه الاقتصاديه. فهل لازلنا نتحدث عن اهداف اقتصاديه بحته ام نتوقع ما هو اكبر من ذلك على مستوى التاثير الاعلامي في هذا الملف الحساس بالنسبه لمصر وانت تعلم الاعلام موجود، الاعلام موجود للتاثير حضرتك. يعني طبعاً. أنا أؤثر في المشاهد فأجلب إعلانات أو أبيع المضمون لأنه أثر في آخرين أرادوا أن يشتروه. والتأثير ليس حراما في الإعلام، بل هو الهدف الهدف المعلن. لكن أهداف التأثير هي أهداف اقتصادية بحتة، قولا واحدا فصلا. نعم طيب جميل. طيب خليني أسأل الأستاذ حازم، طالما يعني التأثير مطلوب في الإعلام وهو الهدف الرئيسي للمطلوب، والبعد الرئيسي من هذا التحرك هو اقتصادي بحت، لماذا كل هذه التحفظات والتخوفات التي نسمعها أستاذ حازم؟ أيوة، هو شيء طبيعي إن الإعلام صناعة، وبما إن الإعلام صناعة يبقى الاقتصاد جزء أساسي منه. إنما هو تاريخيا في مصر لم توجد حتى الآن أي حدود فاصلة بين مثلا قطاع الإعلان وقطاع الإعلام، سواء في الصحف أو في التلفزيون أو في الإذاعة. ودايما قطاع الإعلانات بيطغى وبيكون قوته أكتر داخل كل هذه المؤسسات الإعلانية، سواء صحفية أو تلفزيون أو راديو، أقوى من وزن وتأثير قطاع الإعلامي باستمرار، لأن هو اللي بيجيب الفلوس اللي بتصرف على المؤسسات دي. وما فيش عندنا الحاجات اللي موجودة مثلا في هيئة كبيرة زي البي بي سي اللي تقول ان القطاع الاقتصادي يبقى مستقل وما يتدخلش فيه القطاع وما يتدخلش فيه مسؤولية الجانب الإعلامي اللي موجود في بعض الأحيان. طيب أستاذ حازم، يعني جداً. على أي نحو، يعني كيف هو الخوف من تأثير هذا التكتل الاقتصادي على الناحية الإعلامية؟ يعني على أي صورة بس عشان نفهم التحفظات، أو لو في سلبيات نفهمها والجمهور يفهمها. أوكي، إحنا كده بهذا التكتل أو الاندماج أو سميه زي ما تسميه، بنرجع لما كانت عليه الأوضاع الصحافة المصرية ما قبل ظهور الصحف المستقلة ومحطات التلفزيون المستقلة. كلهم سواء هيتكتلوا مع بعض أو هيتجمعوا مع بعض أو هيندمجوا في بعض، بحيث يبالهم رسالة موحدة توجه المواطن في اتجاه واحد، زي الصحف قبل كده لما تأممت بقت هدفها توجيه المواطن لاتجاه واحد. ما المقصود بقبل كده؟ يعني قبل كده، قبل ثورة يناير، أو ضعم قبل يناير، يعني تقصد قبل يعني قبل كده، من ابتداء من نظام جمال عبد الناصر تأميم الصحافة لغاية 2010-2011. نعم. كانت هذه المؤسسات كلها ليها مستمع واحد أو مشاهد واحد أو قارئ واحد بتخاطبه، هو رئيس الجمهورية. التكتل الجديد اكتكد فيه جانب أساسي منه، هو مخاطبة الرئيس السيسي ووصفه هو المشاهد الأهم. نعم. ليه؟ لأنه في الفترة الأخيرة اتكلم كتير جدا. نعم. عن أن هو ليه تحفظات على الإعلام. نعم تمام. وهذه التحفظات. نعم. يتم حلها عن طريق أن يبقى رجل الأعمال صاحب صاحب الـ 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 القناة ليه نفوذ أكتر. عن طريق التكتل ده. نعم. هيقدروا أن هم يرتبوا أمورهم، ويبقى وتبقى أوضاعهم تمشي مع الدولة. طيب.
ومصالح هتمشي مع الدولة من غير ضرر. خليني أعود للأستاذ عمرو. أستاذ عمرو، في عودة إليك مرة أخرى، يعني مع كما ذكر الأستاذ حازم، مع تحفظات الرئيس شبه الدائمة على الإعلام في مصر، ومع أيضا صفقات أخرى كبيع قناة أون تي في، يطرح البعض هذا التخوف أو هذا الطرح من أن هناك ترتيب غير معلن ربما ترضى عنه الدولة المصرية في هذه المرحلة للأهداف التي تحدث عنها الأستاذ حازم، ماذا تقول في ذلك؟ طيب، أولا أريد سيدي الفاضل أن أفرق الأستاذ حازم عبد الرحمن ما بين بي بي سي التي ضرب بها مثلا، وأنا أحد أبنائها وسبق لي شرف العمل بها، وهي مؤسسة خدمة عامة تتلقى أموالها عن طريق البرلمان من مال دفع الضرائب البريطاني مباشرة، وهذا لا علاقة له على الإطلاق بالإعلام الخاص كما في بريطانيا مثلا اي تي في او شانل 4 او شانل 5 او ما اشبه. يعني الموقف مختلف، لابد ان تكون واضحه. هنا هدفنا الربح، وفي بي بي سي الربح ليس هو الهدف، الخدمه العامه هي الهدف. علينا ان نفرق في المفاهيم اولا، وبالتالي لا يجوز تطبيق مثال بي بي سي على مثال النهار او مثال السي بي سي. هدفنا مالي واضح. وليس لدينا اي اهداف سياسيه على الاطلاق، ولا لا معلش انا ما قطعتش حضرتك استاذ. طيب استاذ حازم معلش عذرا، خليه يكمل. فانا هنا بوضح انه الربح هو الهدف الاساسي لتكوين هذه الشركات، وحينما تنضم مؤسستان خاصتان تحت لواء شركه قابضه تدير اصول، تشتري دراما، تشتري افلام، تشتري وثائقيات، ولكنها تخفض، تشتري معدات بدلا من أن يتم شراء 5 كاميرات مثلا بسعر معين فشراء 10 حتى يؤدي إلى تخفيض أكبر. هذه أهداف اقتصادية لا أرى فيها حراما، ولا أرى لماذا يريد الناس منا أن نكون خدمة عامة، نحن لسنا خدمة عامة. طيب، دي جزئية أستاذ عمرو، لكن مع موقف متنوعة ومتعددة. أنا بس أكمل، دي جزئية ما في نفس السياق بس الفكرة. عشان الوقت يعني دي جزئية مهمة أنت أوضحتها، لكن مع تحفظات الرئيس كما ذكر الأستاذ حازم. أنا بتكلم للرئيس للرئيس الحق أن يعرب عن رأيه كأي إنسان وكأي مواطن، وزي ما الأستاذ حازم نفسه بيعرب عن رأيه أو بيعبر عن رأيه في هذه اللحظة. تمام، خلاص. إحنا بنشتغل إعلام وإعلان لسنوات طويلة، أنا بشتغل إعلام 29 سنة، وزملائي المشاركين في الشركتين يعني أقلهم 25 سنة في مجال الإعلام والإعلان الاثنين مع بعض. وبالتالي هناك يعني تكاتف وسير في مسارين متوازيين، لأنه ما لم يأتي الإعلام بالدخل الذي يؤدي إلى وجود الشاشة اللي بنوصل من خلالها الرسالة الإعلامية مش هيبقى فيه. طيب معلش يا أستاذ عمرو عشان الوقت يداهمني، بس اسمح لي فيما يتعلق بالجانب الإعلامي وليس الإعلاني هنا، النقطة التي طرحها الأستاذ حازم من أنه تجري محاولات للسيطرة على سوق الإعلام يا سيدي لمصلحة الدولة، خلينا نكون واضحين، هل لك أن ترد على هذه النقطة؟ هذا الأمر ومن يدعي ذلك علي أن يثبته. طيب ماشي، أنا أنقل لك. طيب اسمح لي، طيب أنقل لك تصريح أحد يعني طرفي هذه الصفقة، هذا التكتل، هذا الاندماج، نسميه ما شئنا كما قال الأستاذ حازم. الأستاذ محمد الأمين مالك مجموعة قنوات سي بي سي، هو قال في معرض تصريحات عن هذا التحرك: هذا جاء لدعم صمود القطاع الإعلامي أمام التحديات الإعلامية والاقتصادية الراهنة. في نضع خطوط تحت التحديات الإعلامية، لأن في كلام كتير من الرئيس ومن مسؤولي الدولة عن هذا، وأن موضوع الإعلام يجب السيطرة عليه. فأحد طرفي الصفقة يطرح هذا أستاذ عمرو. الحديث عن التحديات الإعلامية معناها المنافسات الموجودة من شبكات أخرى يا سيدي، والتحديات هنا لا تأتينا من الدولة، وأنا أؤكد لك هذا مرة أخرى. لست يعني في حاجة لتفسير ذلك، لأن المتابع لشاشتي شاشة النهار يدرك أننا طالما كنا يعني عندنا أصوات متعددة ومتنوعة، وما زال هذا هو الوضع القائم. والعمود الأساسي بالنسبة لنا هي الحقائق، ثم يأتي الرأي بعدها معلنا وواضحا. إنه رأي لمن يقوله وليس على عهدة. طيب عشان الأستاذ حازم انتظر وهو عايز حتى يعقب من البداية، تفضل أستاذ حازم، ما تعقيبك على ما طرحه الأستاذ عمرو ورد على ما طرحته؟ تفضل. هو حضرته أولا عمل مقارنة غير واجبة،
ما بين أنا لم أقل إطلاقا أن المؤسسات الصحفية المؤسسات الإعلامية الخاصة التلفزيون النهار أو السي بي سي إلى آخره أن هذه مؤسسات خدمة عامة، أنا عارف أنها مؤسسات يجب أن تحقق ربحا. هو عمل مقارنة بينها وبين المؤسسات الصحفية الخاصة في بريطانيا تمييزا لها عن البي بي سي. في المؤسسات الصحفية الخاصة في بريطانيا هناك حدود واضحة بين الجانب الاقتصادي والجانب الإعلامي، والحدود واضحة جدا بحيث لا يمكن لجانب يطغى على الثاني، ولا يمكن التأثير على المادة الإعلامية لحساب المادة الإعلانية، ولا يمكن أنك أنت في مؤسسة تخطب ود راجل المعلن وده مش هو المتبع، وده مش هو المتبع في مصر. دي نمرة واحد، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نمرة فيما يتعلق بالاتفاق بين الاثنين، انا باكد مره تانية ان احنا بنرجع لعهد ما قبل ظهور المؤسسات الخاصه والاعلام الخاص والصحف الخاصه. طب على اي اساس استاذ حازم؟ على اي اساس يعني الأرض. الرجل بيقول ان الهدف اقتصادي بحت وان احنا نحرص على التنوع وحريه الراي وكل هذا، فانت ما اساس افتراضك ان هذا عوده لعصر تاميم الصحف وما شابه؟ ما هو الإعلام بالإضافة للجانب الاقتصادي اللي فيه هناك جانب سياسي لا يمكن إغفاله. ليه؟ لأنه بيأثر في الرأي العام، بيأثر في اتجاهات الرأي العام، بيأثر في استجابات الرأي العام وفي اختياراته وفي تفضيلاته. فهذا الجانب السياسي لا يمكن إغفاله، لا يمكن، مفيش مؤسسة إعلامية تستطيع أن تغفل هذا الجانب مهما كان. حتى لو جبت أدم سميث علشان يديرها لازم الجانب السياسي هيأثر فيه 100%. نعم. فالنقطة دي هتخلينا نرجع لعصر ما فيهوش تعدد. طيب. وده أسوأ ما في الإعلام المصري حاليا. حضرتك بس أنا عايز نقطة واحدة صغيرة. اتفضل. في المسرحية الشهيرة بتاعت عادل إمام اللي هي مدرسة المشاغبين، في لقطة سريعة فيها بيتكلم سعيد صالح عن ان البي بي سي هي مصدر الانباء. حتى في خبر يتعلق بوفاة جمال عبد الناصر او حياته بيقول لك البي بي سي بتذيع مرشات عسكرية وقرآن. للحظة من اللحظات في مصر كان كفاية ان الواحد يتفرج على القنوات التلفزيونات دي، السي بي سي او النهار او او لا. او الى اخره، وما يرجعش لاي قنوات اخرى حاليا بسبب الاتجاه الاحادي وبسبب هيمنه الدوله على هذه المؤسسات الخاصه. تمام. طيب. بشكل غير مباشر. تمام. بتخليك لازم تفتح كل يوم السي ان ان والبي بي سي. طيب. وفرانس فانكاتر عشان تعرف. طيب. الدنيا فيها ايه. تمام. طيب خلينا نعود للاستاذ عمرو في رد عشان بقى تعرف أخير. الدنيا فيها ايه. طيب يا استاذ عمرو، يعني ما الضامن لعدم تحقق ما يتحدث عنه الاستاذ حازم، خاصه ان في برضه تحركات اخرى من قبل الدوله توحي بمحاوله للسيطره على سوق الاعلام او على الاعلام، مع اقرار رئاسه الوزراء المصريه قانون الصحافه والاعلام الموحد تمهيدا لعرضه على البرلمان. القانون وضعته لجنة 50 شخصية، منها شخصيات عامة وأغلبهم صحفيين من نقاط صحفيين ومن العاملين في مجال التلفزيون المستقل وتلفزيون الخدمة العامة في مصر. كويس. هذا القانون كتب وما زالت الأمور ستعرض على البرلمان، ولأول مرة سيكون في تنظيم للعمل الإعلامي في كيفية الترخيص والتدخل وإلى أي مدى، والأمور تبقى واضحة بدلا من الإغلاقات التي كانت تتم بشكل ممنهج يعني أحيانا أو بشكل اعتباطي. خليني أقول لك أنا مندهش من اللي بيقول الأستاذ حازم عبد الرحمن ومن المتخوفين، وإن كنت أستطيع أن أتفهمه، لأنه التكتب ده لأول مرة بيحصل في مصر أو عملية إنشاء شركة قابضة لإدارة الوصول. طبيعي أنها تثير عند الزميل وعند زملاء آخرين وعند جموع من الشعب المصري قدر من التخوفات. مش هنكره عليهم. طب إيه الضامن لعدم تحقق التخوفات؟ وإحنا بنقول شبكتين 12 شاشة من 400 قناة مصرية أغلبهم يعاني مشاكل اقتصادية عنيفة. عنيفة، وتتقطع عليه الإرسال من القمر الصناعي ومن مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا يجد أنه يقبض مرتبه متأخر بست وثمان شهور، ويوفر ناس لما يجي ناس تتكتل علشان تستطيع أن تواصل رسالتها، وهو لسه بيقول لك أنا كنت بتفرج على النهار والسي بي سي وأون تي في وغيره،
ما هو ده اللي احنا علشانه عايزين نستمر. نعم. طيب وصلت الصوره استاذ عمرو، معلش اعتذر منك، لابد ان نتوقف هنا. الضامن هو الممارسه والحكم بعد المشاوره. شكرا جزيلا لك، الضامن هو الممارسه. شكرا جزيلا الاعلامي عمرو الكحكي العضو المنتدب بشبكه تلفزيون النهار، اشكرك كنت معنا من القاهره، واشكر كذلك الاستاذ حازم عبد الرحمن الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من العاصمه المصريه.